الجزائر من تبسة، راديو تبسة، وتقدروا تتابعونا على الانستغرام راديو تيريدويت تبسة. تقدروا ترسلونا على الادريس ايميل tbsa.radiofm@gmail.com. من الجانب، حصة أسبوعية تهتم بقضايا الطالب واهتماماته. من الجامعة مع هشام رزيدية. السلام الله عليكم مستمعينا الأكارم، أحييكم وأرحب بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم في هذا الفضاء الأسبوعي من الجامعة. أسعد كثيرا مستمعينا الأكارم، أنتم طلبتنا الأعزاء، أساتذتنا الكرام، أسعد كثيرا بخدمتكم على مدار 52 دقيقة من البث المباشر، هذا للحديث عن الجامعة، للحديث عن الأفاق التي تنتظر جامعة الشيخ العربي التبسي. أيضا نتحدث عن كل ما له علاقة بالجامعة، كل ما له علاقة طالب الجامعي. اليوم مستمعينا الأكارم اخترنا موضوع نراه أيضا على قدر كبير من الأهمية. موضوع اليوم سنحاول فيها التطرق إلى ملف التربصات الجامعية. التربصات الجامعية مستمعينا الأكارم، هذه الفرصة التي يمنحها التعليم العالي لكل منتسبيه تقريبا، أقول تقريبا، حتى يكون بإمكانهم التقدم نحو الأفضل، حتى يكون بإمكانهم الاحتكاك مع أطراف لها علاقة مباشرة بذلك التكوين أو بذلك التخصص أو بذلك البحث في لغة الجامعة أو بلغة الجامعة. أين جامعة تبسة من تربصات الجامعية، سواء ما تعلق منها بالأستاذ وبالإداري أيضا وحتى بالطالب الجامعي؟ لنتحدث كثيرا مستمعينا الأكارم في هذا الملف، وفي حضرة الأستوديو كل من ضيفي العزيزين دكتور توفيق زروق رئيس ديوان جامعة تبسة، والدكتور العزيز أيضا شنيخر صالح نائب مدير الجامعة مكلف بالعلاقات الخارجية. أبدأ معكم سيد توفيق زروق رئيس ديوان رئيس جامعة تبسة. سيد الكريم، يعني نتحدث على هذا الملف، أنا كنت في بداية هذا اللقاء قلت أنه جامعة تبسة كغيرها من الجامعات الأخرى هي تفتح الفرصة للتربص سواء للأستاذ وحتى للإداري وحتى للطالب الجامعي. يعني حدثني على مدى تجسيد هذا الكلام على أرض الواقع. تفضل. يزيد فضلك أخي هشام. إذن بدأنا ببدء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة تبسة جميعا بكل فاعليها، سي هشام الأستاذ الدكتور والباحث سي هشام، يعني نشكره على هذه الاستضافة الطيبة والمرافقة أقول الدائمة لجامعة العربية تبسي، أيضا من خلال الإذاعة المحلية التي بدورها أيضا تخص هذه الفسحة من الزمن لجامعة العربية تبسي حتى تكون أيضا لديها واجهة أو لديها فضاء إعلامي يتعلق بالمجتمع المحلي وربما حتى الوطني. نوجه للسادة المستمعين معنا على الخط أو على الهواء مباشرة أيضا تحية السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخ هشام، سؤالك هو سؤال أقول سؤال في الصميم، الموضوع اللي هو يتعلق بالتربصات. التربصات العلمية في بالنسبة إلى جامعة العربية الدبسي شأنها شأن كل جامعات الوطن، ففي الحقيقة وزارتنا وزارة العلم العالي وحكومتنا الحكومة الجزائرية بطبيعة الحال والدولة ككل تخصص ميزانية كبيرة جدا على المستوى الوطني للتربصات لفائدة يعني كما تعرف الأسرة الجامعية، سواء بما تضمه من أطراف، سواء من الأساتذة أو من العمال أو من الطلبة، وكل فئة لديها نسبة مخصصة لها محدودة محددة بتنظيم المعمول به أو بالتنظيمات والقوانين يعني الخاصة بوزارة العلم العالي، وبالتالي فهي تخضع يعني كل هذه الفئات تخضع إلى معايير معينة مطلوبة مسبقا في توفرها في الأشخاص المؤهلين أو المرشحين لنيل هذه التربصات. ومن ثم يعني هناك مجموعة من الإجراءات الإدارية ربما نفصل فيها مع الأستاذ ربما شنيخر معنا اللي هو مكلف بالعلاقة الخارجية والتربص وما ذلك، يعني من خلال هذه الإجراءات فيه ترتيب معين، وذلك موفقا لذلك الترتيب يستفيد سواء طلبة أو الأساتذة أو العمال. ومن ثم فقضية تشييد برنامج الدولة فيما يخص هذا الأمر، فجامعة العربية الدبسي يعني منخرطة تمام الانخراط في هذا الملف، ويعني مش اليوم فقط وإنما منذ سنوات، وبالتالي فالتربصات هي في حق الأمر ملف أقول أحد الملفات الكبيرة في الجامعة والتي تحتاج يعني منا وقفة يعني أقول دقيقة ووقفة صارمة حتى يكون فيه نوع من شفافية، حتى يكون فيه نوع من تكافؤ الفرص والمساواة في الحظوظ بالنسبة لجميع المترشحين من جميع الفئات. نعم جميل جدا. إذن زميلي عماد نوضح فقط لمستمعينا الأكارم أنه بإمكانهم الاتصال بنا عن طريق خطينا الهاتفيين 037-55-07-07 أو 037-55-08-08، وبإمكانهم أيضا طرح انشغالاتهم ومتابعتنا عن طريق صفحة الإذاعة على الفيسبوك، يعني شوفونا لايف أون ديريكت عن طريق صفحة الإذاعة على الفيسبوك راديو تبسا أو إذاعة تبسا من الجزائر. طيب دكتوري شنيخر صالح نائب المدير مكلف بالعلاقات الخارجية، يعني احنا دائما نسمع على التربصات العلمية، يعني قال لك الأستاذ لو راح التربص كاين على حسب التخصصات، كاين اللي يروح للدول العربية، كاين اللي يروح للدول الأجنبية، كين يعني كل أستاذ ونشوفه تقريبا أنت تفصل وتعرف هذا الأمر خير مني. لكن أنا السؤال الذي أطرحه، الأستاذ كي يروح يدير ستاج ولا يدير تربص علمي كيجي هل يسأل يعني أين ذهب وماذا فعل أو وماذا أتى بالجديد، أم ربما هو إجراء ورقي الأستاذ يروح لازم يجينا في الديلي اللي يدخل فيه وخلاص؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا للأخ هشام على الاستضافة. شكرا. شكرا لك ولإذاعة تبسة التي تواكب دائما كل نشاطات الجامعة. نعم. وهي مشكورة على ذلك، كما أرحب أيضا بمستمعيك الكرام بمستمعي إذاعة تبسة الوصفية. بالنسبة للتربصات الخاصة في جامعة تبسة نقدر نجملها أو نصنفها في شقين. نعم. الشق الأول هو التربصات الخاصة بالطلبة، لأن الطالب خلال مساره التعليمي سواء في الليسانس أو في الماستر يجب عليه أيضا أن يقوم بتربصات في الوسط سوسيو إيكونوميك المحلي أو الوطني. نعم. إذن احنا نتكفل جامعة تبسة تكفل أولا بالطلبة في كل التخصصات، والطالب هذه التربصات بالنسبة للطالب راهي جزء من تكوينه، تدخل في تكوين الطالب. نعم. وكذلك بالنسبة لمذكرات التخرج في الليسانس وفي الماستر هناك عدد كبير من الطلبة أو نسبة كبيرة من طلبة جامعة العربية تبسي لطلبتها يقوموا بهذه التربصات. نعم. خلال المسار التكويني اللي يدخل فيه طبعا احتكاكهم بالوسط الاجتماعي والاقتصادي، وأيضا التطبيق الميداني ل المكاسب العلمية والمعرفية التي يحصلونها في
الجامعة. نعم. هذا بالنسبة لكنابل في الطلبة. أما الشق الثاني فهو التربصات ذات المستوى العالي اللي تخص الأساتذة وطلبة الدكتوراه. نعم. في هذه التربصات تخص طلبة الأساتذة والدكتوراه، طبعا نهدف من خلالها والقصد من هذه التربصات والميزانية المخصصة من الوزارة لغرض مساعدة طلبة الدكتوراه بالخصوص لمناقشة أطروحاتهم. إذن كيف نحكم على أن تربص أن الأستاذ استفاد من تربص وأنه قدم الجديد أو لم يقدم أو استفاد أو لم يستفيد بمقدار تقدمه في الدكتوراه في رسالة الدكتوراه في الغالب. كيف هذا؟ إذن احنا بالنسبة لنا درنا تقييم لهذه التربصات وشفنا أن أغلب الأساتذة اللي يشاركوا عندنا نشاط التربصات الخاصة أيضا بطلب الدكتوراه والأساتذة فيها أيضا جانبين، وهو جانب التربص يعني الذهاب إلى مخبر من المخابر الدولية في الجامعة الدولية، وهنا سدنا تاني يروحوا في جميع أنحاء العالم كل تقريب لكل الدول ويطلعوا على آخر التقنيات في المخابر، يقوم بتربص في المخبر ويدير تجارب ويدير كي يتقدم في بحثه العلمي. الجانب الثاني هو والمهم أيضا وهو جانب المشاركة في التظاهرات العلمية الدولية. صح. وهذه المشاركة في التظاهرات العلمية الدولية هي مقدمة لتمكين الأستاذ من النشر، لأن القضية الأساسية في بالنسبة لطلبة الدكتوراه هو نشر المقالات العلمية ذات المستوى العالي في المجلات الدولية. وكي يتمكن الطالب هذا من نشر هذه المقالة يجب عليه أن يتمرس في المؤتمرات والملتقيات العلمية الدولية. وعندما يأتي الطالب طبعا راح يأتينا عندما يعود من التربص راح يأتينا بشهادة مشاركة، وهذه شهادة المشاركة تجعلها فيما بعد نشر لبحثه. وفي أغلب الحالات نقول لك في نسبة كبيرة من الطلبة والأساتذة اللي راحوا في هذه التربصات قاموا بعدها بمناقشة أطروحات الدكتوراه، وهذا هو الجانب الإيجابي في هذه التربصات. طيب جميل جدا. كان أمور أخرى سنتطرق إليها، سوف نتطرق إليها في هذا الموضوع. نشوف أنه في بعض الأحيان نشوف أنه مثلا تكون فيها بعض الأساتذة اللي نسمعوا باللي واحد مثلا راح مرتين ثلاثة في العام وواحد ما راحش حتى مرة. نشوف أنه في بعض الأحيان إشكالية ربما الموافقة من جامعة أخرى، يعني أنا لست مطلع كثيرا على هذا الملف، لكن شوف أنه في بعض الأحيان أستاذ يعني يقول لك حبيت الروح مثلا لبنان، ولا حبيت الروح لمصر، ولا حبيت الروح لفرنسا، ولا حبيت الروح للأمريكان، لكن القبول إذا صح التعبير يعني ما تحصلتش على هذه الوثيقة وما تحصلتش على الوثيقة الأخرى، يعني ونشوفه له عراقيل تحول دون تمكن الأستاذ من إجراء هذا التربص. طيب الأستاذ شنيخ ربما وش توضح في هذا النقطة؟ بالنسبة لهذه النقطة ربما النقطة اللي في بعض الدول هناك القضية اللي صعبة ربما نعاني منها هي قضية التأشيرة. في بعض الأحيان هناك أساتذة كثير يتعرضوا لمشاكل في الحصول على التأشيرة. هناك صعوبات كثيرة لأن إجراءات التأشيرة تختلف من دولة إلى أخرى. هناك بعض الدول إجراءاتها سهلة وبسيطة، ولكن دول أخرى هناك إجراءاتها صعبة في الحصول على التأشيرة. هذه من بين الأمور. أيضا القضية الثانية هو بالنسبة لرسائل الاستقبال. أيضا هناك إشكال كبير في الحصول على الاستقبال في هذه المخابر، لأن عموما أغلب الباحثين يتوجهون إلى هذه المخابر، إلى مخابر علمية ذات مستوى طبعا عالي، ولكن يتلقوا في بعض الأحيان إشكال كبير في الحصول على طبعا هذه الانفيتاسيون ولا هذه رسالة الاستقبال، والتي هي بدورها مطلوبة في ملف تأشيرة. إذا كان أستاذ طلب تأشيرة لبلد معين وما عندوش رسالة استقبال فما عنده حتى حظ باش يحصل على. طيب هذا الرسالة أو هذا الموافقة، هل الأستاذ هنا عليه أن يجتهد لنفسه أم ربما الجامعة تعمل ربما على تسهيل هذا الإجراءات؟ إحنا من ناحية الجامعة نحاول دائما أننا نسهل على الأساتذة بعقد اتفاقيات. هو المفتاح في هذا الأمر هو قضية الاتفاقيات المبرمة بين جامعة تبسة وهذه الدول، ونحن نسعى في كل عام على إبرام العديد من الاتفاقيات. وبالمناسبة أيضا نشكر الأساتذة اللي في كل مرة أستاذ يروح لبلد معين أو لمخبر معين إلا ويجي مرفق باقتراح اتفاقية للتوقيع. إذن هو يمرر التربص نتاعه ويقضي التربص نتاعه، وفي المقابل يأتي باقتراح لعقد
اتفاقية، وهذه الاتفاقية ليس لهذا الأستاذ فقط، ولكن ستفتح الأبواب إلى أساتذة آخرين للاستفادة من التربص وتبع الإجراءات عندما تكون موجودة اتفاقية بين جامعة الأبواب التبسي وهذه الجامعات، يكون الحصول على رسالة الاستقبال يكون سهل، وتكون حتى الإجراءات الفيزا تكون سهلة. طيب، راح نشرع مستمعينا الأكارم في طرح بعض الانشغالات التي تصلنا عن طريق سواء خطينا الهاتفيين أو عن طريق صفحة الإذاعة على الفيسبوك. فيه من يسأل يقول أنه التربصات هي محصورة فقط لطلبة الدكتوراه أم حتى طلبة ليسانس يعني أو الماستر، يعني بإمكانهم أن يحظوا بتربص في ربما بلدان مجاورة أو في بلدان أخرى. طيب، سؤال ليك سيزارو، وكل الأسئلة التي تطرح هي لكما وتحدث فيها كل حسب اختصاصه، تفضل. بارك الله فيك سي هشام. إذن أول شيء على الوجه، ولكن فيما يخص التربصات يعني العلمية هي متاحة لفئة الأساتذة وفئة الإداريين. أعتقد أنه بالنسبة للطلبة، بالنسبة للطلبة اللي هم في الليسانس، فلديهم تربصات خاصة بهم، اللي هي تربصات نتاع اللي تكون في الوسط المهني خاصة، واللي تكون في المؤسسات. أما باش تكون الدول الأخرى، ففيه اقتراح مش تربصات فقط نقول هكذا بصفة دائمة، ولكن هناك تربصات اللي تتعلق خاصة بلافان ديتود، يعني كما نقولوا هنا البوست مشروع نهاية الدراسة. نعم. فطالب اللي هو عنده مشروع نهاية الدراسة، وعلى ما أعتقد نحن منذ أيام فقط كانت عندنا إعلان في الجامعة لترشح لمنصبين بجامعة رومانيا لصالح الطلبة ولفائدة الطلبة الذين هم بصدد إعداد مذكرة تخرجهم لسداسي واحد، ولكن ومع ذلك ما لقيناش ربما وقعت النيابة على العلاقات الخارجية صعوبة في ترشيح الملفات، وما فيش يعني طلب من الطلبة، مع الإعلان والإعلان موجود على واجهة على بوابة الجامعة وموجود في النيابة ومشهر يعني في حتى في الكليات، ولكن مدى إقبال طالب وإقدام طالب أحيانا تجد نوع من التقاعس أو تجد نوع بالمقابل تجد فيه نوع من الشكاوى ونوع من الاحتجاجات على أنه لماذا لم يتربص، في حين أنه فيه تربصات حقيقة معلنة وأحيانا تمر علينا هكذا دونما أن نجد شخص اللي هو يعني توفر فيه جميع المؤهلات ولا يتقدم بملف واضح وكامل لصالح النيابة المكلفة بالعقد الخارجية عن طريق كليته بطبيعة الحال لترشيحه. إذن هنا الإشكال يبقى مطروح، وشاهدوا في هذه المسألة هو ما تكلمت عنه قبل قليل فيما يخص مثلا لقاء نتاع رومانيا أو حالة يعني البنحتين اللتين في هذا الشهر الأخير أو شهر ديسمبر، يعني كان من المفروض أن تكون فيه الأخر، ومع ذلك وجدنا أعتقد تقدم طالب واحد من بين يعني المنحتين يعني التي منحت لنا الجامعة تبسع، مش قال الجزائر كامل الجامعة تبسع، وهذا يعني شرف لشكون، يعني أحيانا نجي منح تعلن عليها الوزارة تكون لصالح كل الجامعات الوطنية، يعني 106 مؤسسة تترشح ممكن على جل منحتين ولا ثلاثة اللي قال في دول النمسا ولا في المجرة وما إلى ذلك، ولكن هذا خصيصا لجامعة تبسع علمنا عليهم وبدينا نشوف الإجراءات، ولكن مع ذلك تقدم طالب واحد. طيب دكتور، أنت تحدثت على المؤهلات، ما هي هذه المؤهلات سواء في الطالب أو في الأستاذ؟ يعني خلينا احنا وكأنه فيه عيب مشترك، إذا تسمحوا لي على هذه الكلمة، فيه تقصير مشترك، سواء الطالب ما على بالوش وش ربما طالب، خليني أنا نتكلم معك بلسان الطالب، أنا مثلا طالب نقرأ نلقى ستاج نلقى تربص علمي في رومانيا، نقول لك أن هذا ما يصح، ليش؟ يصح ليش بفكر أو بآخر؟ قالنا ما يصح ليش ربما راح يدوهم بالمعرفة، قال ما يصح ليش ربما معدلي ما يسمح ليش، قال ما يصح ليش ربما أنا ما عنديش الزهر، لست محظوظا في حياتي. لكن لو كان نتحدث على المؤهلات، قال واحد زايد واحد تساوي اثنين، نشوف روحي أنا إذا عندي الاثنين نروح، إذا ما عنديش الاثنين أني قاعد. تفضل. نشكر أستاذ توفيق زروقي اللي أثار هذه النقطة اللي حبيت نطرق لها فيما بعد، ولكن نشكره كثير. إذن جامعة العربية التبسي لا تسعى فقط إلى استغلال الميزانية التي ترسل إليها من الوزارة فقط، بل نحن نسعى إلى تمويل دولي، نسعى إلى تمويل دولي لبرامج الحركية الطلبة والأساتذة. كيف نسعى إلى ذلك؟ هناك برامج دولية كبرنامج إيراسموس
هذا البرنامج دو تمويل أوروبي. نعم. من قبل الاتحاد الأوروبي، وإحنا والحمد لله قدرنا باش نوقع اتفاقيات في هذا الميدان، وخاصة مع رومانيا. عندنا اتفاقيات مع رومانيا، عندنا اتفاقيات مع تركيا، واتفاقيات مع إسبانيا على أونكور في إطار برنامج إيراسموس، وتنقل الطلبة مكفول من طرف هذا البرنامج كله. يعني إحنا الجزائر تدفع ولا سنتيم، يعني كل التكفل يكون من، ولكن إحنا هذه كبداية وبدينا بهذه التجربة كما قال الأستاذ، وهي تجربة رومانيا، ورسلنا الطالب من هذا الطلبة اللي نتكفلوا به. يعني كيف هذه الحركة هذيك فتم في إطار، لأن برنامج الألمدي في الحقيقة مبني على قضية الموبيليتي. نعم. يعني ما يكفيش أن الطالب يقرأ في جامعة بس وفرات وما عنده حتى أفق آخر، إحنا حاولوا نخلقوا آفاق للطالب، آفاق للطالب أنه يروح يدرس في رومانيا مثلا أو في دولة أوروبية يدرس سداسي، وعندما يرجع إلى جامعة العربية تبسي تقوم الإدارة المعنية بلافالوريزاسيون تاع هذا السداسي، يعني باش نقيموا هذا السداسي ورايحين نحضروا نديروا الكيفالونس تاعو، يعني نديروا كيف أنت السداسي وكأنه درسه في جامعة تبسى. طيب بالمقابل هو حصل على هذه التجربة. نعم. إذن هذه البرامج راهي موجودة. ايه. بالنسبة للبرامج الحركية كما قلت الحركية الدولية. ايه. وأنا منسعى فيها ونوجه نداء من هذا المنبر، لأن الوقت مازال، وحنا كذا قلت كما طرقت الأستاذ هشام إلى قضية أن الطلبة ماهوش كوران وماهوش مع، يعني ما وصلتهمش الانفورماسيون ولا أحكام مسبقة، نحن نوجه من هذه المناسبة، والوقت ما راهوش راح، وكان عندنا منصب، واي طالب يتقدم في اي تغلب تقريبا في اغلب الاختصاصات يتقدم لنا بملف شريطه فقط انه يكون عنده انيفو مينيموم في الانجليزيه، يعرف كومونيكي في اللغه الانجليزيه. طيب. وجه من هذا المنبر النداء لهذا الطالب. طيب. اذا كان عنده ملف فليحضره ان شاء الله، ان شاء الله نمشي في الاجراء. طيب والله نبقى معك في هذا الملف واعطيه اكثر من حقه. انت قلت يتقن قليل الانجليزي، يتقن مينيموم يعطيك ولازم يكون في تراباج، مش في تراباج، عنده دي دوموايا تريس دوموايا لا ما كان حتى شرط، لان ما عندنا حتى شرط، لان تجربه في راي في المهد، وحنا ان شاء الله بدينا فيها، وان شاء الله ما عندناش لحد الان يعني شروط هاي معينه. لكن سي هشام في حاله ما عنديش عندي اضافه فقط، يعطيك الصحه، لا اذا كان هي اضافه مفجعه، اضافه لانه اذا كان فتحنا المجال على مصرايح يعتقد انه كل الناس يعني يمكنهم تقديم، صحيح انه كل الناس، ولكن بعد فيما بعد في ترتيب. سي هشام في ترتيب دوك. نعم. اذا كان انا تقدم لي ملف واحد ما نشرح نشوف قال لا طرباج مش طرباج، ولكن إذا تقدموا لي 10 ملفات فيعني هنا لابد علي أنني ندير لجنة تقنية راح ترتب الملفات على أساس ماذا؟ على أساس أنه عام فيت مجلس تأديبي مش فيت مجلس تأديبي، دخل طرباج مش يعني دخل طرباج، يعني يكون فيها إعادة ترتيب. هذا صح، يكون فيه ملفات لأنه راح تكون الأولى في الأولى. نعم. إذا تولي في دي كريتاريا وتولي في مقاييس. نعم. مش في كل حالة، في حال ما إذا كان طلب وحيد ثم لا نقدمه يعني اي قال شرطه، ولكن اذا كان في عدد من طلبات فلا بد من اخضاعها لدراسه تقنيه واعداد سلم او شبكه لتقييم هذا الملف، ومن ثم فالاول على الترتيب يعني يستفيد من تلك المنحه. فاصل ونواصل. إليكم مستمعينا الأكارم هذا البرنامج وحصة اليوم من إمضاء عماد زنادي على العريضة التقنية وزميلة وهي بشريت في الإخراج. من بين الأسئلة القصيرة التي وردت إلينا عبر صفحة الفيسبوك، بيرل بلو تقول رحب بالبروفيسور صالح شنيخر نائب المدير للعلاقات الخارجية ونشكره على ما بذله من جهد في إبرام الاتفاقيات مع الكثير من
الجامعات في الدول الأجنبية، وهو ما سهل من عمليات استقبال الأساتذة والترحيب بهم وتسهيل مهام البحث لديهم. لم أجد أي سؤال، ما الجدوى من الإرسال إلى هذه التربصات لأنها لا تعود بالنفع على المناهج التعليمية على مستوى الطلبة، ليس سوى إضافة في السيرة الذاتية للمتربص. مسحية يقول: دكتور، هناك إشكالية التواصل بين الطلبة والإدارة، لماذا لا تقوم الإدارة بتوضيح كل هذه الانشغالات في الأيام مفتوحة من أجل توجيههم واتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها؟ ويقول أيضا: ماذا عن تفعيل الاتفاقيات خاصة في مجال الإعلام مع دولة تونس؟ وفيه أيضا سؤال آخر على جامعة صفاقس، وأسئلة كثيرة، فقط تعيداني أنه حتى إذا ما قدرناش نتطرقوا إلى كل هذه الأسئلة تدخلوا سواء باسم الجامعة أو باسم حتى الفيسبوك تاعكم يعني الشخصي، أنكم تجاوبوا على الأسئلة، لأنه ما هذه الإذاعة أو ما هذه الحصة وإلا همزة وصل للجامعة ومحيطها الخارجي وأيضا في الجامعة والطلبة والأساتذة. طيب دكتور، تجاوب على شوية أسئلة اللي كنت نقراهم عليك، وثم بعد ذلك نروح إلى ملف المنح، يعني حتى هو ملف في غاية الأهمية. تفضل. بالنسبة للاتفاقيات، طبعا الاتفاقيات، أغلب الاتفاقيات اللي تحوزها جامعة مصر هي مفعلة، ويكفي فقط الاتصال بالإدارة، وإن شاء الله احنا نسهلوا مهمة الأستاذ أو الطالب اللي يحب يتصل أو يحب يتصل بأي جامعة، احنا نسهلوا المهمة. بالنسبة للقضية المهمة وهي الأيام الإعلامية، أيضا احنا قمنا بدأنا يعني في هذه العملية، وإن شاء الله نستمر فيها، وكل المعلومات راهي متوفرة، وإحنا نحطوها في خاصة بالنسبة للمنح اللي تكلمت عليها، راهي نحطوها في الموقع الجامعة، راهي موضوع في موقع الجامعة في وقتها وفي حينها، بما في هذا الإعلان اللي تكلمنا عليه قبل قليل، وراح تأتي إن شاء الله في المستقبل القريب إعلانات أخرى لحركية أخرى للطلبة، وإن شاء الله يجدوها في الموقع الجامعة. إحنا دائما نضع هذه الحركيات وهذه الأمور في موقع الجامعة، سيجدونها في موقع الجامعة، وإن شاء الله إحنا في المستقبل القريب نقوم بأيام تحسيسية وفي هذا المجال لما لها من أهمية، ولأن الطلبة ربما وخاصة بعد التوجهات الأخيرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص استعمال اللغة الإنجليزية، وهذه هي المفتاح، يعني مفتاح العائق الوحيد ربما للطالب، احنا حسب التجربة نتاعنا اللي شفناه أمام الطلبة وترددهم هو يخص اللغة الإنجليزية، ولكن بعد هذه العملية الناس بدأت تقرأ في الإنجليزية وبدأت تسجل، وحتى لاحظنا حتى في التعليم المكثف للغات هناك إقبال كبير على هذه اللغة. هي فرصة ربما حتى نوجه ربما رسالة لكل من يستطيع اليوم أنه يخصص وقت لتعليم اللغة الإنجليزية، نشوف أنه حتى على شبكة الإنترنت يعني حتى بهاتفك النقال والله تقدر تستفيد قليلا. سيدي هشام، باش نضيف لك وربما هذا نبرمجوه إن شاء الله كموضوع قادم لقادم الحصص، هو أنه جامعة بس الآن تحوز على مركز مكثف اللغات وهو يقوم بتقديم هذه الخدمة في اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية وأعتقد حتى اللغة التركية، يعني على مستوى جامعة بسها، والإعلان تم إعداده بالنسبة للدورة الثانية، وهذه الدورة الثانية اللي رانا فيها هذه الأيامات، الإعلان راه معلق وموجود، راه مشهر، راه موجود على صفحة التواصل الاجتماعي لجامعة العربية تبسي، وموجود على مستوى الموقع الويب لجامعة العربية تبسي، طالب تحضيرا لأنه باش يحصل على ممكن منح، أو تحضيرا حتى لتهيئة نفسه بعد التخرج أنه على الأقل يتمكن من تحصيل لغة ثانية إضافة للغة العربية، فلديه مركز مكثف اللغات يمكنه أن ينخرط، وحتى الطلبة يعني ما عندهم سعر خاص بهم، وش لأنه فيه الأساتذة وفيه العمال وفيه الطلبة، وبالتالي يعني في حال ما إذا مثلا جاءت فرصة لترشح لمنحة أو لتربص بالخارج، يكون يعني ليس لن تكون له اللغة يعني بالنسبة له عائقا، وبالتالي يمكن أن يعني يظفر بهذه الفرصة. ومن ثم أنا أقول ثاني شيء مهم، هو أنه الطلبة أو اللي يعني عندهم هدف اللي هو باش يحصل على منحة أو تربص يقعد في تواصل أو يقعد دائما يعني نافذة الجامعة موجود فيها كل البيانات، وصفحة حتى صفحة التواصل الاجتماعي الجامعة بس أيضا فيها كل الإعلانات، يعني في كل لحظة يمكنه يعني هذا من قبل تحسيس فقط وتوعية أنه فيه يعني فرص يعني تتاح من حين إلى ذاك، وأحيانا الجامعة تفوت عليها تلك فرص نظرا لعدم تقدم يعني تقدم بملفات لمترشحين.
ناهيك على هذا الأمر سي هشام، أنه هذه التربصات ربما قلت لبعض من ذكرت من هذا السؤال بعض من تساءل عن جدوى هذه التربصات وفقط مجرد أن وضعها في السيرة الذاتية، وأنا أقول عكس ذلك، أقول عكس ذلك. لماذا؟ أنه الدولة تصرف هذه الأموال من أجل التربصات، من أجل تحسين المستوى، حتى هي في المسمى نتاعها الحقيقية هي تربصات خاصة بتحسين المستوى، بمعنى تحسين المستوى سواء للطالب أو للأستاذ أو للعامل. ومن ثم فالهدف الأساسي منها هو تحسين المستوى، أو هو أقول أنه العامل أو الموظف أو الأستاذ أو حتى الطالب يشوف نطخ موديل دو في، أو الطالب يعني يشوف نموذج آخر من الأستاذ، يشوف نموذج آخر من طالب، يشوف نموذج آخر من العمل. فأنت لما تطلع أو تروح مثلا، كيف تعرف أنك أنت مثلا قيمة الأشياء التي تحياها مثلا هنا في جامعة تبسة، أو تحياها هنا في ولاية تبسة، أو تحياها في المجتمع الجزائري، كيف تعرفها؟ لما تسافر وتقارن بين مختلف السلوكات يعني لي بون براتيك، وراهم يعني اين هي السلوكات الناجعه واين هي السلوكات ربما اللي هي اللي غير يعني ناجعه واللي يمكن تبعها وانتهاجها. فمجرد انه فقط يتصل بتلك المؤسسه وينخرط فيها لايام محدوده يعني طيل 15 يوم ولا 10 ايام تكفيه بانه ياخذ نظره عن طبيعه سيرورة العمل البيداغوجي، أو طبيعة سيرورة العمل المكتبي، أو طبيعة سيرورة الطالب في تلك الجامعة. وهذا هذا في حد ذاته كتجربة أو كملاحظة راح يأخذها بعين الاعتبار هذا المتربص، وهي راح تفيده في مساره وحياته الطلابية أو حياته الأستاذي أو حياته كموظف. ومن ثم فأجد أنه تربصة مهمة جدا. ومسألة أخرى أضيفها لك أنا فقط، أنه العائد من التربص مثل ما ذكرت أنه بين المعايير، أنه العائد من التربص لابد عليه من إحضار تقرير مستفادته من التربص أو جدوى التربص الذي قام به، فيحدد فيه طبيعة الزيارات التي قام بها، طبيعة ممكن أشكال الأعمال المنجزة خلال تلك الزيارة العلمية أو المهنية إلى تلك المؤسسة أو تلك الجامعة. إذن ف في حالة عدم تقديمه لهذا التربص أو التقرير يعني يحرم مرة أخرى من نيل هذا التربص. وبالتالي فهذه التقارير هي واجبة وهي لازمة. أما مسألة أنها أن تكون شكلية أو غير شكلية أو ما ذلك من قبل ما ذهبت إليه قبل قليل، هذا الأمر محسوب على ضمير هذا الإنسان. ما تقدرش ذوك أخويا هشام أنك أنت تقول بلي هذا الشخص معناتها لم يقم بهذا الشيء أو لم يقم به بالمستوى المطلوب أو بالمداومة المطلوبة. يعني من المفروض أنه الشخص هذا يستحضر يستحضر جهد الدولة الجزائرية وجهد الشهداء الذين أوصلوه إلى هذه المرتبة لينال هذا التربص في دولة الجزائر اللي هي دولة اليوم الاستقلال والانعتاق إلى أو التطلع إلى الحريات، أنه يصبح أنه يأخذ منحة ثم يصرفها هكذا ويقوم بتقرير شكلي. هذا يبقى شكون اللي يتحاسب عليه؟ إشكالية الضمير. إذن إشكالية الضمير هذه موجودة في كل في كل في كل في كل شخص وفي كل مكان وفي كل. إذن الجامعة تحرص أشد ما تحرص على إنجاز التقرير، ولكنها لا يمكن أن تكون يعني تحرص على الضمير أو تدخل في ضمائر المتربصين والمتربصات أو ضمائر هؤلاء حتى تضبط هذا الإشكال. وأعتقد أنه إشكال يعني كبير جدا وعويص، وأعتقد أنه الإنسان لما يدخل في إطار محاربته فهنا تبدأ يعني محاربة الفساد وتبدأ يعني المجتمع يعود إلى جدد. جميل جدا ما تفضلت به الدكتور زروقي توفيق رئيس ديوان جامعة تبسة. من بين أيضا النقاط التي تطرح على صفحة الإذاعة على الفيسبوك أعرج عليها حتى إذا ما كانت هي من صلب موضوعنا اليوم، مامات رسال اللي تقول دكاترة لماذا طلبتنا هم الأوائل على مستوى دفعاتهم لكن يكون فيه شح في نسبة نجاحهم في الدكتوراه. هذا ربما ما هوش سؤالنا لليوم، ولكن أنا ما أعرفه أنه طلبة جامعة الشيخ العرب التبسي دائما نراهم الأوائل في كل دفعات الدكتوراه، وأتمنى لهم التوفيق بإذن الله، ولما لا يكون فيها فرصة أخرى نتحدث حتى بالنسب يعني على الكليات والأساتذة والطلبة تاعنا ونسبة نجاحهم وطنيا وعلى مستوى جامعة تبسة، وهذا يكون موضوع مستقل بإذن الله. أيضا ماذا عن البلد الجار تونس؟
يعني وش تقييمنا وش تقييمكم أساتذتي الكرام لمدى عقد الاتفاقيات والتعاون، وحتى أنه سمعنا أنه كاين طلبة بإمكانهم الدراسة في الدولة الشقيقة يكملوا الدكتوراه، ولا يعني أين وصلت هذه الأمور؟ تفضل. بالنسبة لي على ذكرك، على ذكر هشام، على ذكر الدكتوراه، لدي هنا العديد من الاخرى من الاقتراحات الخاصه بالدكتوراه، بتسجيل في الدكتوراه في المنح. بالنسبه لي مثلا لدي هنا منحه المنح الى رومانيا لتسجيل في الدكتوراه، وهذه مفتوحه، بدات فتحت امس امس فقط من فتحت فرصه هذه فرصه نوجه خلينا نستسمع ولا طبعا اون ديريكت يعني الى كل هو راح نقول نقول العباد نطلب منه انه من الدقائق هذه البث يكون مشفر. اذا بالنسبه لرومانيا راه في السيت، نحطينا في السيت رومانيا بالنسبه لرومانيا. بالنسبه للاوتريش اوسي للنمسا عندنا دي بورس، عندنا دي بورس الى امريكا، اليابان، كوريا، اسبانيا، هذه كلها من شو الاختصاصات سيدي الكريم؟ تقريبا في اغلب الاختصاصات، هي في اغلب الاختصاصات موجوده يعني الى المجر. المجر انتهت للاسف، انتهت خلاص المده انتهت المجر، ولكن المجر ما طرش حتى واحد، لا مطرش عندنا ملفات، لدينا ملفات، لدينا ملفات ما شاء الله، وبعثنا مجموعه الماستر اللي يحبوا يكملوا الدكتوراه. ايضا عندما نتكلم على موبيليتي ونقول ان الطالب يقدر من جامعه تبسر يقرا مثلا في رومانيا او في المجر كي يقرا سيمستر، راه يفتح الافاق والابواب باش يسجل في الدكتوراه هناك. اذا هذا باب للدكتوراه. اذا انا عندي هنا، اذا كان عندي انا تاع رومانيا وما يتقدم لي حتى طلب، نعطيك باك احصائيه اعتقد انها احصائيه في 2017، احصائيه في 2017 مقارنه الجامعات الجزائريه بالجامعات الجوار فقط. اننا في الجامعات في سنه على ما اعتقد 2017 ان في هذه المنح تحصلت تونس على 2000 منحه، وتحصلت المغرب على 1400 منحة، أما نصيب الجزائر من كل المنح هذه فهو 55. إذن ترى وهنا نفتحوا، وهذه الدورة تفتح اليوم، تفتح بالأمس، فتحت بالأمس دورة لبورس إلى رومانيا، وهذه مفتوحة لكل الطلبة. طيب سيدي الكريم، ولكن ما يجيوش مترشحين. طيب ربما الخوف الكبير كي نرجع أستاذ هشام لا قضية اللغة الإنجليزية، ربما الناس لأن في رومانيا اللغة المعتمدة هي الإنجليزية. طيب نمشي معك أنه كاين اللي متوفرة فيه اللغة الإنجليزية هنا، هل الدراسة على عاتقكم ولا على عاتقه؟ الدراسة هذه بورصة ممنوحة من طرف الجوفرنمون روما، هذه الدولة المستضيفة، الدولة المستضيفة يعني رومانيا توكلت شرب في طرف برامج الموبيليتي اللي عندهم، هاي برامج إضافية يعني جامعة تبسة والوزارة ككل تجيب يعني ملح يعني 100% يعني متكفل بها من طرف دول أجنبية، يعني إضافة إلى البرنامج المخصص. هو ما تتحدثان بشأنه شيء جميل جدا، لكن في نفس الوقت يعني سمحوني راح نزيد اللوم عليكم أكثر. لماذا؟ أنا كأستاذ جامعي، طيب أنا أندرس في الجامعة، عندي طلبة هيلين، عندي طلبة نقريهم في الإعلام، يعني بكل صراحة ما لقاوش فقط، خليني نقول ما لقاوش يعني شوية نور يعني يرنون إليها كما يقال، شمعة في أقصى الضمير، يعني حتى عندهم مواهب، كتابة صحفية رائعة، صوت صحفي رائع، يعني وعلاه أنتم ما تهضروش مع العمداء والعمداء يهضروا مع الأساتذة؟ قال على الأقل شوفوا لنا الأولاد ليزيتيديون اللي راهم صح يعني تتوفر فيهم مجموعة من الشروط، قولوا لهم، وحتى إلا تحتموا عليهم أصل، يعني اعتقد انه بهذه الطريقه راح تاتي اكلها العمليه. لا هشام، قمنا بمجهود بالنسبه لبورصة المجر اللي كان يشارك فيها حتى واحد من جامعه تبسه، ولكن هذه السنه عندنا حوالي 10 ملفات، لدينا 10 ملفات هذه السنه بالنسبه للمجر. نتمنى احنا في البرنامج هذا تفتتح بالامس فقط، واحنا بصدد درك تحسيس الطلبه والاتصال بهم، احنا حتى الطلبه مثلا تاع كما تخصص لستي احنا قاعدين نتصلوا بهم مباشره وننبههم من الامور هذه واهميتها واهميه المشاركه فيها، ورانا في تطور بالنسبه للسنوات الماضيه. السنوات الماضيه ما كان شارك حتى شيء حتى طالب، ولكن هذه السنوات اصبحت عدد كبير من الطلبه يقصدونا ويجيو يستفسروا ويعطيوهم ملفات وهم يحضروا في الملفات نتاعهم، وحتى الطالب ما يعرفش الحظ العام هذا نقول له حضر الملف للسنه المقبله ان شاء الله. دونك اضيف فقط بالنسبه لقضيه التعاون مع الاشقاء في تونس، بالنسبه للتعاون مع الاشقاء في تونس، في في في
في الأيام الماضية كان هناك وفد من جامعة صفاقس هنا بجامعة بسعة ومن أجل عقد اتفاقية للتعاون وتبادل الزيارات وتبادل الاتفاقيات. احنا لا نسعى إلى اتفاقية كادر فقط ونخليها كإطار هكاك، ولكن الاتفاقيات المهمة هي الاتفاقيات بين الكليات، بين الكليات الاتفاقيات المتخصصة، لأن شكون راح ينفذ الفاعل الاتفاقية هو الأستاذ في الميدان، الأستاذ هو اللي ينفذ الاتفاقية والطالب تبادل الطلبة هذا اللي راح ينفذ الاتفاقية، وإن شاء الله احنا في هذا الطريق والتعاون راه مع شقانا في تونس راه قائم، وانا نسعى باش نطوروه في كافة المجالات وفتح دائما احنا نسعى الى فتح افاق لطلبتنا واساتذتنا في سواء في الدول المجاورة او الدول العربية او في مع الدول الاوروبية ومع بقية دول العالم. طيب لماذا الطلبة لو كان تقول له تونس تقول له مثلا تكمل قرايتك في تونس يحب يروح، ولكن تقول له في رومانيا ولا في المجر ولا كذا، لماذا؟ صحيح سي هشام، لماذا؟ لانه بالنظر الى تونس اولا اول شيء تعرفوا العمل الجغرافي لا يتطلب ذلك تكاليف يعني في التنقل، ولا يتطلب ذلك يعني معاناة في التحاقه بتونس يعني في نفس الوقت قالوا لي تبسع راي مجاورة لتونس، وبالتالي فالطالب يشوف روحه أنه يعني بين عشية وضحاها يراه في الدولة المجاورة، يراه في ولاية تبسع، وبالتالي هذا العامل يحفزه. ثاني عامل محفز هو أنه في تونس تقريبا الدراسة أيضا باللغة العربية مش باللغة الأجنبية. ثالث شيء بالنسبة للطلبة، لكن لاحظت خويا هشام مش طلبة تاع يعني ليست الفئة المنح التي يبحثون عنها والتربصات التي يبحثون عنها في إطار تاع الدراسة، ماهيش في إطار الماستر وإنما في إطار الدكتوراه. وهذا لماذا؟ أنا نطرح سؤال، لأنه الدكتوراه في الجزائر بمسابقة وفي تونس بدون مسابقة. وبالتالي فالطالب يشوف انه كيروح لتونس احسن لي يقعد هنا في الجزائر، باش لانه في الجزائر الدكتوراه بمسابقة وكيروح لتونس لا ماهيش بمسابقة، وبالتالي فيفضل وخص يعني أن يختزل الطرق. فبالتالي هنا هذا هو البيت القصيد واللي يخلي ربما الطلب الاجتماعي على منح الدراسة بتونس أكبر منه لدى يعني بكثير يعني أقل منه بكثير بالنسبة للدول الأخرى. طيب. إذن هذا أمر يعني تلاحظوا أخويا هشام. نعم. والإشكال هنا أيضا باش نزيدوا نبهو بالمقابل أنه مثلا طلبة تونسين طلبتهم بالعكس محدودة محدودة اتجاه الجزائر. علاش؟ لأنه الجزائر تفرض قبل يعني قبل الالتحاق بالدكتوراه مسابقة. إذا وبالتالي فهنا أنا لا أدعي هنا أنه قال باللي معناتها النظام التكوين في تونس هو أحسن في الجزائر أو العكس، ولكن هو في تونس أكثر صرامة على مستوى الماستر وعلى مستوى الليسانس نظام التقييم أقصد، خاصة هو الامتحانات. فنسبة الطلبة اللي دخلوا ماستر هما فئة قليلة جدا من فئة طلبة الليسانس. فعلا. وبالتالي هذه المحدودية السيليكسيون هذه والانتقائية هذه تسمح لهم بأنهم يحصلوا على طلبة يعني ذو نوعية جيدة في الدكتوراه. نعم. أما نحن فماذا؟ الليسانس تقريبا كل الطلبة تقريبا يفوتوا الماستر. نعم. ثم نديروا ان كونكور يعني مسابقه باش يجوز الدكتوراه. اذا هنا الاختلاف. جميل جدا. راح نعود لك دكتور زروقي توفيق بعد ما نستقبل هذا الاتصال. الو نعم. الو مساء الخير استاذ هشام. اهلا وسهلا سي ربيع. ربيع مساء الخير. لاباس والله على سبيل الاستفهام برك. انا نعم. راني نسمع في البرنامج يعني بالنسبه للتربصات تاع الطلبه ولا الاساتذه يعني كاين شعب يعني مخصصه للتربصات ولا يعني ما هي يعني المعايير اللي يختار الواجب توفرها يعني في الطالب ولا في الاستاذ باش يدير تربصه ولا كل معنيين؟ شوف ربيع اعتقد انه ما سمعتناش من الاول، ما كنتش معانا من اول الحصه، لأنه كنا تحدثنا على مجموعة من المعايير والمؤهلات سواء في الأستاذ أو في الطالب الجامعي، لكن معليش نعاودوا راح نذكروا بها مرة أخرى سي ربيع. نعم ربيع. ما عندناش يعني هنا في تبس في الجزائر مخابر يعني ممكن نجي ولا انقطع الاتصال، لكن الفكرة وصلت أخي ربيع راح يحاول
أحد دكاترة الحاضرين معنا سي شنيخر أو سي توفيق زروقي، أن نعود ونذكروا ربيع قال ما هي المؤهلات، قلنا بالنسبة للطلبة أنه على الأقل تكون معدلاته جيدة، يعني يكون هو يعرف روحه أنه من المؤهلين. هذا خاضع إلى نسبة الملفات المقدمة لترشح لنيل هذا التربص أو ذاك. مسألة ترتيبية. مسألة ترتيبية. في حال ما إذا مثلا كانت فرصة، قالت جتنا فرصة مثلا على سبيل المثال، خلينا نضرب المثال برومانيا، أعطتني مثلا منصبين مثلا يتقدم لي 10 ملفات، فهنا ألجأ إلى طريقة إلى ترتيب وإلى المداولات وإلى اللجان وما إلى ذلك، فأرتب هذه الملفات حسب الاستحقاق، حسب المعدلات، حسب أنه الطالب مثلا جاز مستعد بما جاز إلى غير ذلك من المعطيات موجودة في الملف بداخل الطالب. لكن في حالة ما إذا أنا قدم لي مثلا كان منصبين أو تربصين وتقدم لي ملف واحد، فهنا لا ألجأ يعني مباشرة يروح نعيط للطالب، والطالب هذا يعني نبدأ له في الإجراءات ويشرع في الإجراءات، وفيه يعني حتى يعني ممكن مقابلات بارلاسويت في اللغة الإنجليزية أو ما إلى ذلك. في حالة ما إذا يعني نجح في هذا المقابلات، فمباشرة يقبل يعني لدى الدولة المستقبلة أو المستضيفة ويبدأ يعني تكوينه مباشرة. وكاين بعض الحالات وين لا، الدولة هذه المستضيفة هي التي توفر تربصا له يتعلق باللغة، قال لي مثلا شهرين أو ثلاثة أشهر، وبعد تبدأ معاه في السداسي اللي راح يعني يدرسه أو اللي راح بعد يخضع إلى عدد تقييم ويكيف على أساس أنه سداسي بالنسبة إلى جامعته. جميل جدا أستاذ الكريم. بالنسبة لكل الكليات وكل الأقسام هناك لجان علمية، وهذه متخصصة، وهذه لجان علمية المتخصصة هي لدرس الطلبات المقدمة عليها. وكما قال الأستاذ، إذا كان هناك طلبات أكثر من المنح المفتوحة، فيلجأ هنا إلى الترتيب حسب بالطبع الاستحقاقي، الترتيب الاستحقاقي. أما إذا كان عدد الطلبات أقل، فهنا تلبى كل طلبات الطلبة والأساتذة. نذكر فقط لأنه فيه من يسأل على صفحة الإذاعة على الفيسبوك، بالنسبة للتربص في أو كمال الدراسة في رومانيا، هو يتعلق بالماستر أو بالدكتوراه؟ الماستر والدكتوراه. بالنسبه للموبيليتي، الموبيليتي يقدر يروح في ليسونس ولا في الماستر. دوك حتى سنه مثلا S2 ليسونس يقدر يروح، لان اسمه موبيليتي، هو يروح يقرا تم سوماستر سداسي، ومن بعد يجيب السداسي تاعو يفاليدي تم بالكريدي، يحصل على عاد الكريدي، كيجيب لي كريدي تاعو 30 كريدي، احنا هنا نفاليديهم ونعطوه وننتقل الى السنه اللي بعدها. جميل جدا. في كل التخصصات يعني، كل المستويات وكل التخصصات. جميل جدا. في اخر هذا اللقاء راح نحييكم، شكرا جزيلا على قبول الدعوة، شكرا جزيلا على إثراء مثل هكذا مواضيع، شكر لك سي شنيخر صالح على كل هذه التوضيحات، والشكر كل الشكر لك سي توفيق زروقي رئيس ديوان جامعة تبسة على التسهيلات والتنسيق الجيد معنا فيما يتعلق بضمان حصص ميناء الجامعة في مستوى جيد وفي مستوى تطلعات المستمعين. مستمعينا الكرام، هذا عماد زلادي يحييكم، أطيب المناء للجميع، إلى اللقاء.